سيادنا واحد السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ على الصحه. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير، عواشركم مبروكه وشعبان مبارك سعيد، ويا ربي توصلنا وتبلغنا رمضان وحنا بصحه مزيانه، واللي ماتوا الله يرحمهم، واللي باقين بالروح الله يخلي لهم ويعطيهم صحيحتهم. ايوا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا كلكم بخير كما كنقولها ونعاودها. ايوا وبديتوا شي توجدوا ولا باقيين؟ ايوا شاركوا معنا شنو درتوا دابا، واش بديتوا توجدوا شي الرمضان ولا باقيين؟ انا باقي ما بديت، كنقول بلاتي شويه وديك ساعتي حتى ندوز ديك 10 ايام الاولى ديال شعبان ان شاء الله وغادي نبدا. ايوا هي هذيك، هاد العام ما شديت، ما جاتني شي نهار بقيت قصير ومع الدار تبارك الله كبيره، وهذه ما شديتش الطلبيه الصراحه. هاد الناس عاد ندير على راسي مع وليداتي. ايوا شويه تاع الشباكيه كيف دائما، وشويه البريوات ديال اللوز، وديك اللومبيا السيجار ديال الدجاج مع الخضره. ايوا نجل واحد شويه ديرها في الفريغو، ودا التحضيرات ديال دائما هذيك راها بالنهار بنهار، وما كاين لاش الواحد يديرها في الفريغو. ايوا هذا مكان ان شاء الله يا ربي، اللي مهم هو الواحد يكون مزيان وصحه مزيانه، ويصوموا لنا ربي بالتمام والكمال، وان شاء الله يا ربي يرفع ربي هذا الوباء علينا. ايوا هذا هو اللي مهم، ماشي حاجه اخرى ما يهمش. راها رمضان للعباده ماشي للماكله والتوجاد وكل شيء. رمضان الصراحه الله يسمح لنا، راه داكشي اللي مولف الواحد دائما كياكل ويديرو صافي، وهو للعباده ماشي النهار كامل المراه تضل في الكوزينه. الصراحه الله يسمح لنا، والله يضل الواحد نهار كامل هو يوجد هذه في العشيه، كي الواحد كي ياكل داكشي اللي كتب ليه الله، داكشي داك شويه وصافي تيشبع. وفينا هي العباده؟ والله الا الله يسمح لنا كاملين. انا بيدي هذه اللي كتهضر معكم، راه الواحد الله يسمح لنا راه حنا مقصرين من ناحيه الدين بزاف. الواحد خاصها دائما كما تنقولها مني وجبد، الواحد ينظم الوقت ديالو. ايوا شويه يقرا في القران، شويه يصلي فيها الصلاه ديالو ديال الزياده مثلا السنان، قد ما القى الواحد يتقرب من الله يتقرب من الله. هذا اللي بغيت نقول لكم وصافي. علاش لا الواحد يختم القران مره وجوج وثلاثه؟ علاش لا في هذا رمضان والقران القرايه ديالو دائما، ولكن في رمضان كتزيد كثر. ايوا هذا مكان ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يرفع لينا هذا الوباء ما يبقاش، وترجع الدنيا كيف كانت ان شاء الله يا ربي. راها لا اله الا محمد رسول الله، والله لا قنطة تحت رحمة الله، ولكن كتحس الحمد لله بنادم مقناط وبنادم ما عنده قناة. الحمد لله الحمد لله. ايوا نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وصافي. هذا مكان. ايوا هذا الفيديو عقبلوا عليا، انا بغيت عند دردش معكم شويه ونتعاودوا، ونبارك لكم شعبان ونبارك لكم ان شاء الله رمضان واخا باقي شويه مسبقا. هذا مكان، ودائما كنقول لكم ان شاء الله يا ربي لايك وابوني القناة الى عجبكم الفيديو ديالي. والله الواحد باغي يزيد شويه قدام الى كتب الله، علاش لا؟ كنشوف ما شاء الله يا اللي بالحق هذوك. عاود كيف ما كنت انا في الاول، انا بديت في الاول الصراحه الله، ملي كانوا معايا الوالدين، ملي كان با الله يرحمه هو اللي كان شجع لينا هذه القناه. ديك العام هذاك والله دوزت الصراحه احسن عام، هو اللي كان مشجعني. كي زعما كنصور دائما، واخا كنت معاه بالمعاناه ديال الطبيب ودي وجيب وهذا، ولكن سبحان الله كانت واحد القناه وواحد الحماس وواحد هذا لا اللي ما كاين، ما بقاش فيا دابا صراحه. الله دابا صافي بحال عجز، بحال مليت، بحال ما عرفتش. كنت نصور حتى جوج ثلاثه الفيديوهات في النهار وننزل، كنت غير كنصور وننزل، وما كنتش نعرف اصلا. بديت اليوتيوب ما كنتش نعرف اصلا بزاف د الحوايج، كنتش نعرف ديك ال 4000 ساعه، ما كنتش نعرف خصك تجمعي 1000 ابوني. انا كان كيسحب لي غير كتصوري وتنزلي وصافي. هذا ما كان، كنت غير كنصور وكننزل. ايوا نتمنى ان شاء الله يا ربي بالدعم ديالكم وبالمساعده ديالكم
نزيد القدام بهذه القناة. وكيعجبني بصراحة الهواية ديالي إلا كانت بنادم اللي كنت على القناة ديالي وكنت هذه كيعجبني ننزل ونوجد ونطيب وندير هذه جديدة وهذه وبزاف د الحوايج صراحة الله. ولكن منين الواحد شوية كيمل وكيجي الأول بحال هاد الشيء هذا اللي انا دابا فيه صافي، شي مرة كنقول عين حيد عين سدها كاع، وشي مرة كنقول وعلاش لا. والواحد بغى يخدم بيه على وليداتو، مادام انا غير جالسة دابا ما خدامة ما والو، زاد هاد الكوفيد حتى هو ما كاين اصلا ما كاين خدمة، وخاتو يخدم ما كاين والو، وكنقول علاش لا. يا نوض ولو ان شاء الله دابا ربي، دابا الواحد ما يقطعش الياس ديالو، راه رحمة ربي كبيرة واسعة. دابا ربي ان شاء الله يا ربي، دابا ربي هاد القناة تزيد، دابا يبقاو يشوفوها كاع الناس. دابا هذا هو الحلم ديالي، هذا هو دائما اللي في الراس ديالي كنقول دابا ان شاء الله. دابا الا دابا باقي ما متفاعلش، دابا غادي تفاعل ان شاء الله، وماجي الخير القدام ان شاء الله يا ربي. ولكن ان شاء الله بالله وبكم، الا انتوما بارطاجيتو وشفتو درتو اللايك ودرتو ابوني، راه غادي ان شاء الله يا ربي هاد القناة توصل ان شاء الله. ايوا هذا مكان صافي، هذا الشيء اللي كاين. نتمنى ان شاء الله الخير لينا والخير لجميع المسلمين في هذه العواشر، نتمنى الخير للجميع. اللي بغى شي حاجه الله يحققها له، واللي الهدف ديالو شي حاجه الله يسهل له فيها. كما كنقول دائما، اللي صحيح الله يزيد صحيحه في صحيحه، واللي مريض الله يشافيه، واللي مات والله يرحمه ويوسع عليهم برحمه الله في هذه العواشر وفي هذا النهار المبارك السعيد. ايوا هذا مكان صافي، انا كان شي مره كنبقى نهضر ما تديوش عليا. المهم راكم عزاز وغاليين، والله شي مرات ملي كنهضر معاكم كنرتاح، كيعجبني ندردش وكيعجبني نهضر مع عاد. اصلا زدت بعدت على صحاباتي ديال امستردام، ماشي بزاف ولكن ما واخا راني بعدت، كنت نشوفهم نتلاقاو ونضحكو من هذا المنبر، كنسلم عليهم بزاف بزاف كاملات وحده وحده دون استثناء. والحق والله ما كاينش ما احسن من اللمة والصحاب والجماعه، والله هادشي كله افتقدنا في هذا الكوفيد هذا. دابا كتشوفي الناس في الزنقه وكتلاقي الناس في الزنقه، حتى ديك المعامله اللي كانت ما بقاتش، شيتي عنك شي سي تسلمي باليدين تعانقو لاباس كي دايره كي داير، دابا والو السلام من بعيد، كلشي ولا باسل سبحان الله. ونطلبوا ربي هاد الوباء يرفع، والله راه لا اله الا الله محمد رسول الله. ولا شي خايف من شي تسلم من بعيد، ما بقاتش كاع ديك الحلاوه ديال شحال هادي والله. ما نعرف انا هادشي اللي كنحس بيه، واش تنتوما بحالي ولا غير انا ما عرفتش. والله الا الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله. توحش من ادم يتعامل مع بعضياتو ويتسالم وديك السلام من القلب، وتوحش من هذا ملي تجلس مع بعضياتو وعاود يرجعوا كيف ما كانت شحال هذه العراسات والناس النشاط والضحك والشطيح والرديح. ايوا دابا هادشي كامل ما بقاش في هذا المومنتو في هذه الساعه هذه. عرفت لا اله الا الله محمد رسول الله. طلبوا كاملين في هذه العواشر، نطلبوا كاملين في هذه العواشر فين ما صلى الواحد يزيد كفوفه للسما، ويطلب ربي يبدل هذه الساعه ما احسن، وحيد ربي هذا الوباء علينا كاملين، وترجع الدنيا كيف كانت، ورجع بنادم مزيان وشي يسلم على شي وشي يتعالج مع شي وشي يمشي عند شي، ويرجعوا العراسات بنادم من الناس اللي كيخدموا في العراسات يرجعوا يخدموا، الريسورات تتحلوا، الجوامع يمشيو الناس يصليوا التراويح ويصليوا الاوقات ديالهم في الله يقبل، ورجع كل شيء يتحلوا، القهاوي كيف كانوا، التوريس يحلوا علينا الباب، نمشيو حنا بحالنا نشوفوا والدينا ونشوفوا احبابنا. تا هذا كيزيد غمه، تا هادشي كيزيد قنط على قنط، لا قنط تحت رحمه الله، لكن تا هادشي كيزيد يضر في الخاطر وفي القلب لا اله الا الله. وكثيرا اللي ما عنده حد عنده غير الله سبحانه وتعالى، راه الحمد لله الحمد لله. بعدا واخا هادشي ديال الانترنت سلبي، ولكن عنده الايجابيات ديالو. بعدا بنادم كيمشي كي شويه كيتونس فيه، واخا هو راه مضيعه الوقت، ولكن الحمد لله كيتونس واحد فيه، كيمشي يهضر في الواتساب، بعدا فابور كتشوفهم تجمع معاهم، عاود قلم من هنا شقل من هنا في الفيسبوك على انستغرام هذه على اليوتيوب. ايوا كيضيع الواحد الوقت،
وكي يزيد كي ينفس على راسه، هذا ما كان صافي. وما هي ما كيش محسن من لما ومن الحباب، وحيد الواحد التليفون ويجلس ويشوف حباب ويشوف عائلته ويهضر ويتجمع ويضحك. هذا الشيء اللي ما كاين محسن منه، كيزيد حتى في العمر. اما دابا حنا كنبردوا الغديد والهم ما يفات التليفون كنشبره، وهو لا شبرتي راه ما جلستي راه ما دير والو، حتى شي حاجه ما ديرها والو، ما تجمع دارك، ما طيب ماكلتك، ما تجمع، ما دير حتى حاجه، حتى حاجه وصافي. هذا ما كان ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله. نهضروا نهضروا ثاني هي، ما واحد ما كيبقى يلقى ما يقول اش غتقول. والو الحمد لله، طلبوا اللي غنقولوا هو فين ما صلينا، نطلبوا الله يرفع علينا هذا الوباء صافي. هذا ما كان صافي، ويبدل الساعه ما احسن. ايوا صافي هذا هو. ايوا نتمنى ان شاء الله يا ربي ما نطولش عليكم بهذا الفيديو. ايوا هذيك الساعات يردوا عليا، كتبوا عليا في التعليقات وبديتو ولا مازال ولا شنو غادي ديروا. نتوانسوا مع بعضياتنا، نفوجوا على بعضياتنا، لا بغينا نقولوا اش غادي نديروا، الشيء اللي عطى الله. ايوا خليكم معايا، انا ما تزابيوش كيما كيقولوا. يلا وقيت على خير، انا غادي نمشي ندير شغلي. ايوا خليكم معايا، باش ما حنا باقي نهضروا على التليفون. الا شديتي راه تما جلستي، راه ما طيب للدراري، ما تجمعي دارك، ما ديري حتى حاجه، تبقاي عام من هنا لهنا، طلع هبط نزل هبط، دوز من هنا دوز لهاد الجهه، ها التليفون، ها الواتساب، ها هذا عيط، ها هذه عيطت، ها الفيسبوك، هذا دخل، هذا خرج، الاخبار عاود لا تعد ولا تحصى. ايوا الحمد لله، هذا الشيء اللي كاين دابا في هذه الساعه هذه وفي هذا المومنت هذا. يلا السلام عليكم. Thank you.
ماما كاينه في الدوش.
شنو جديد لغداكم اليوم؟ انا اليوم ان شاء الله الى بغى الله الروز مع الخضره بواحد وحافي. ايوا وجبت واحد ثلاثه ديال السدرات ديال صدر ديال الدجاج، هادو قطعتهم يمكن يكتابون شويهم يمكن يكتابون نقليهم معي في المقله. هادشي اللي عطى الله مع شلايض وصافي، هادشي اللي كان. والله تحرف لك كل نهار اش ندير اليوم، اش ندير غدا، اش ندير بعدو. لا اله الا الله، يا بنادم دائما شنو اليوم شنو غدا شنو هذا. وهي الكرشه اللي تعطيها اللي عطيتها، المهم راه غادي تشبع غادي تشبع. هي حنا كتحرف لك اليوم درت الدجاج ما نديرش اللحم، اللي غدا درت اللحم ما نديرش الدجاج. ايوا بعد القطنيات ايوا يا وكثيره من تيبداو عاود الدراري كبروا، واحد يبغي هادي واحد ما يبغيش هادي، تلقاك محرفة لك ما تعرفي ما تديري. الحمد لله ربي رزقنا على الصحة والسلامة باش نقدروا ان نتحركوا معاهم وصافي. هذا ما كان